السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان كي دايرين؟ كل شيء بخير، رمضان مبارك كريم. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا يعني ندويو على الكلاود، يعني فاش غندوي أنا على الكلاود يعني تعرفوني غادي ندوي على توسكي مايكروسوفت أزور. يعني غادي نحاولوا يعني أول حاجة نشوفوا، يعني حيت كيجيوني بزاف ديال لي ميساج اسئله يعني متعلقين بكيفاش نبدا في الازور، كيفاش مثلا انا عندي ديبلوم ديال الريزو وبغيت مثلا اورينتا للكلاود ازور، كيفاش مثلا واحد عنده اس كيو ال مثلا كيقرا الداتابيز ولا ديفلوبر ولا شي حاجه بحال هكاك وكيبغي مثلا يتأوريونتا يخدم في ازور، يعني كيبغي يسول هاد الاسئله. كاين عاود ثاني اللي كيكون خدام في واحد الدومين مثلا ماشي تاع عنده غير ديبلوم يعني وكيبغي يعني يبدل لوريونطاسيون ويحاول يبدل، يعني ما غاديش يبدل الميتي ومي غادي يبدل غال غير التكنولوجي اللي غادي يخدم فيها. فهاد الاسئله كاملين كيجيو بزاف، والواحد مثلا فاش ما كيكونش عنده درايه ولا عنده واحد الفكره على الكلاود اون جينيرال فهو كيبان له صعيب، شي حاجه صعيبه بزاف يعني سورتو حاليا، يعني في العالم كامل يعني لي سوسيتي ولاو كيدوزو للكلاود، لي كرون زونتربريز كيميغريو للكلاود، وحتى لي سيكتور داكتيفيتي اللي كانوا قبل اللي كانوا ما كيخدموش بزاف الكلاود دابا حاليا ولاو كيدوزو للكلاود. يعني شي حاجه نقدروا نقولوا يعني حاليا فهي مهمه بزاف يعني في هذا الوقت هذا، ومازال غادي تزاد يعني تزاد ديفلوبمون يعني مستقبلا. فمزيان فندويو اول حاجه يعني اللي نقدر نشرحهم نبداو به هو فهو ازور. يعني شنو هو ازور؟ يعني شنو هو ولا قبل ما ندوزو لازور يعني باش ندويو على الكلاود اون جينيرال، يعني شنو هو الكلاود؟ فالكلاود كيف كنعرفو ولي كيف كيعرف الجميع ان عندك واحد السيرفيس اللي كتكون اكسيسيبل يعني ا ديستانس، وداك السيرفيس تقدر تكون مثلا واحد لابليكاسيون ان سيرفر باز دو دوني ولا شي حاجه بحال هكاك، وكتقدر تدير لاكسي ا ديستانس وتدير الماناجمنت يعني اترافير واحد الانترفاس ويب مثلا، وكتقدر يعني تكري مثلا دي سيرفيس تماناجي دي سيرفيس ا ديستانس ودير كلشي ا ديستانس. هنا كندويو على الكلاود، يعني ما كاينش يعني داك لانفراستركتور اللي لا سوسيتي كت ديبلويها في الاون بروميسز، يعني خصها تخسر لي دي سيرفر، خصها دير لو تريتمون دي بروفيل يعني جدادين يعني اللي يخدموا معاها في لابارتي ديال الريزو ديال الباك اب ديال مثلا الفيرتواليزاسيون ديال السيستم، يعني اللي باش تقدر دير واحد لانفراستركتور اون بروميسز وتشري دي ليسونس ديال دي سيرفر وتخسر حتى يعني الوقت اللي مهم بزاف يعني في البيزنس. فهاد الشيء كامل يعني تقدر تيفيتي السوسيتي، ما عادش نقولوا هاد الشيء كامل غيتيفيتا، ولكن اوموان واحد 60% ديال 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 لي شارج وديال ديال الوقت ولا غادي تربح. هنا كتختار السوسيتي انها تدوز لواحد تخدم واحد الكلاود بروفايدر، هاد الكلاود بروفايدر اللي كيهنيها يعني وكيحل بزاف ديال المشاكل، من بين هاد المشاكل يعني الوقت، البيزنس كيبقى مزيان خدام مزيان، لي سيرفيس كيكونوا على دوموند، كتكون عندك يعني سكيلين يعني سكيل اب سكيل داون على حساب يعني ليتيليزاسيون ديال 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 كل سوسيتي. مثلا ابليكا مثلا واحد سوسيتي عندها ابليكاسيون خدامين فيها نقدروا نقولوا مليون واحد، يعني هنا راه خاصها دي ريسورس اللي كيكونوا ادابتي لك 1 مليون ديتيليزاتور. ان مومون دوني مثلا ولا عندها 1000 يوتيليزاتور، في هذه الحاله غادي تنقص يعني غتنقص ليتيليزاسيون ديال الماتيريال، يعني غادي تدير واحد سكيل داون. فهنا هذا هو لافونتاج ديال الكلاود، انك تكون واحد الفليكسيبيليتي يعني ديال ديال لي ريسورس يعني البيمون، يعني داكشي لي شارج اللي غادي تخلص على لانفراستركتور بيان سور ما غاديش تكون طالعه بزاف حيت كتطلع وتهبط على حساب يعني البوزوان. فمزيان فهنا لي سوسيتي يعني كيختاروا انهم يمشيو يعني عند واحد البروفايدر، يقدر يكون مثلا كاين دي بروفايدر اللي معروفين بزاف يعني في العالم كامل واللي هي المنافسه كاينه غير ما بين هاد لي بروفايدر. نقدر اول حاجه كنلقاو ازور اللي هو اللي ندويو عليه في هاد لا فيديو، مايكروسوفت ازور
كنلقاو اي دبليو اس ولا دبليو اس ديال امازون فهو المنافس هو ديال ازور، كنلقاو جي سي بي ولا جوجل كلاود بلاتفورم، كنلقاو هاد الثلاثه هما يعني اللي كاينين في الطوب. عاد كنلقاو ديك ساعتين لي زوتر بروفايدر مثلا علي بابا كلاود، كاين ديال ريد هات، كاين ديال بي ام، كاين بزاف ديال لي كلاود بروفايدر، كاين او في اش يعني، وكاين دوتر يعني كلاود بروفايدر اللي ماشي صغارين ولكن حتى هما عندهم سكون ابل، عندهم واحد الباك فلو مارشي يعني في ديال الكلاود يعني في سميتو في العالم كامل. اوكي فهنا يعني في اول حاجه غادي تقدر تجيك واحد لا كيستيون هي كيفاش انني نقدر نختار واحد البروفايدر. غتقول لي بلي انا قلت لكم بلي كاين بزاف ديال لي بروفايدر، الو لو شوا كيبقى كيفاش واحد السوسيتي غادي تقدر تختار ولا تقدر تكومباري ما بين مثلا واش تمشي في عند ازور ولا تمشي مثلا عند ا دبليو اس ولا تمشي مثلا عند جوجل. فهنا شنو هو يعني الحافز ولا شنو هو يعني كيفاش تقتنع باش تختار واحد لا سوليسيون. فهنا غادي نقول لك على حساب كل سوسيتي كل اونتربريز كيفاش كتقدر يعني تختار. اول حاجه كاين دي سوسيتي اللي كيهمم غا يعني كيكومباريو غير لي بري يعني لي تاريف ديال واحد الكلاود بروفايدر، يعني يقدر يختار واحد الكلاود بروفايدر غير حيت مثلا لو بري ولا لي سيرفيس اللي كيقدم كيكونوا موان شير. كاين عاوتاني دوتر اللي ما كيهمهمش انهم شحال غادي يخلصوا في العام، مثلا شحال غادي يتقام عليهم داكشي في العام، ولكن كيهمم مثلا غا لا سيكوريتي يعني ديال لي دوني، كيهمم مثلا البرايفسي ولا الكونفيدونسياليتي ديال لي دوني ديالها، كيهمم اوسي يعني الافيلابيليتي يعني لي دوني خصهم يبقاو كون ابل ديما اكسيسيبل. ما يمكنش غادي تجي واحد مثلا واحد النهار ما مثلا لي زابليكاسيون ولا لي سيرفر ما غاديش يكونوا اكسيسيبل. هنا هاد التيب ديال لي سوسيتي. كاين النوع الثالث انه يعني على حساب الكوفيرنونس، يعني واحد النوع الثالث انه كيختار واحد الكلاود بروفايدر على حساب يعني داك الكلاود بروفايدر فين كاين الداتا سنتر ديالو. مثلا نقدر نقول لك مثلا واحد الكليون مثلا ولا واحد سوسيتي ولا واحد لونتربريز كاينه مثلا في كندا. فهنا كندا مثلا الا كانت مثلا ازور مثلا دايره واحد داتا سنتر ديالها في كندا، و اي دبليو اس ما دايرش داتا سنتر ديالها في كندا، فالكليون غادي يختار ازور ديريكتومون. علاش؟ حيت كي ابليكي داك سكون ابيل الغوفيرنونس ولا كيحتار مثلا كاينين قوانين مثلا اللي كيمنعوا مثلا ستوكي لي دوني اللي كيكونوا يعني واحد التيب ديال لي دوني اللي ما تقدرش تستوكاو يعني برا في داك من داك الدوله. فشنو كدير داك لونتربريز؟ كتحاول تختار واحد الكلاود بروفايدر اللي كيكون في داك يعني في داك الريجيون اوكي اللي كاينه فيها هي. فهذا النوع الثالث. كاين النوع الثاني الرابع اللي كاين دي زونتربريز اللي كيخدموا مثلا سيرفيس واحد السيرفيس لدوتر كليون، وداك مثلا كيحتاجوا مثلا لي بيرجومون ديال داك السيرفيس ولا كيحتاجوا مثلا يعني شي حاجه عندها علاقه بداك السيرفيس اللي كيقدموها. فهنا يعني يعني فين الكلاود بروفايدر فهو كيتختار على حساب النوع ديال السيرفيس اوكي. فهنا دوينا على يعني اربعه، شرحنا اربعه ديال لي كيس، ماشي كيس ستادي ولكن اربعه ديال لي بوسيبيليتي. فهنا كيفاش نختار واحد الكلاود بروفايدر. فحنا ندوزو مثلا دابا حاليا شنو هما لي زافونتاج ديال ازور. فحنا يسحنا هاد لا فيديو غندويو على ازور، ما غاديش ندويو على اي دبليو اس ولا جي سي بي ولا، غادي ندويو على ان شنو هما الحوايج اللي مثلا اللي كيخليو ازور حاليا يعني لو ليدر يعني في الكلاود. حيت ازور ما عندوش غير ما كاينش غير مايكروسوفت ازور، كاين مايكروسوفت 365 اللي فيه شير بوينت لا ميساجري تيمز، يعني بزاف ديال لي سيرفيس ساس اللي كاينين في سميتو اللي العالم كامل تقريبا كيخدم بهم. كاين دينامكس يعني 365 بيان سور، وكاين ازور اللي فيه بزاف ديال لي سيرفيس سواء دي سيرفيس اياس ولا دي سيرفيس باس. فازور ولا مايكروسوفت اون جينيرال علاش عندها لا تكنولوجي، يعني عندهم دي تكنولوجي وديجا بداو مثلا في ويندوز سيرفر
ديجا دي في لابارتي سيستام يعني في لابارتي ميساجري اكسيتيرا. فهنا كيكون يعني كاين افونتاج. وشنو الحوايج اللي يخلي مثلا واحد الكليون انه يمشي يختار ازور؟ فهي مثلا داك سميتو داك الغولاسيون اللي كتكون ما بين مايكروسوفت وداك لونتربريز. مثلا كتلقى داك لونتربريز ديجا كتخدم بدي سيرفيس ديال مايكروسوفت، يعني تقدر تخدم ديجا كتعامل مع دي بارتنير ديال مايكروسوفت. فهنا كتسهل عليها انها تختار ازور كمثلا سواء في لابارتي ساس ولا باس، يعني في لا ميساجري في لي زوتي دو كولابوراسيون اللي كيكونوا في واحد لونتربريز واللي كيسهلوا بزاف الخدمه. ولا كندوي على لابارتي لانفراستركتور، يعني فاش كتقدر ديبلوي لانفراستركتور ديالها. فهنا كيسهل على داك الكليون انه ولا داك لونتربريز انه يختار مايكروسوفت اوكي ككلاود بروفايدر. هادو كانوا غير واحد ما دويتش على كاع الحوايج، يعني كاع باش ما نطولش عليكم لا فيديو، ولكن دوينا غير على يعني غير دي بتيت سكون ابيل افونتاج. دابا يعني انت مثلا كاختاريت ازور، يعني ازور ككلاود بروفايدر مزيان. دابا ما ندويوش على كوتي اونتربريز، ندويو على ك بيرسون مازال كيقرا مثلا ولا ديجا خدام في الاي تي وبغى يخدم في هذا الدومين مثلا ديال الكلاود ولا ديال ازور اون جينيرال. شنو هما الحوايج اللي خاصهم يكونوا عندك باش تقدر مثلا يعني تخصص في الكلاود؟ هذا سؤال مزيان، ولكن باش كما كنعرفوا باللي في قبل ما يبدا هذا الكلاود وهذا الازور، كان واحد مثلا واحد السيد فاش كيدخل يقرا، واحد لا بيرسون فاش كنا كندخلو نقراو في واحد ليكول سواء اون تكنيسيان سبيسياليزي ولا نقولوا مثلا انجينيور، ولا كيكون عندنا الاختيار ما بين دي فيليير اللي كاينين ديجا في الاي تي ولا ديجا كاينين. مثلا كاين اللي يقدر يختار ديفلوبمون، كاين اللي يقدر يختار مثلا البيك داتا، كاين اللي غادي يقدر يمشي يختار مثلا الريزو تيليكومونيكاسيون. كاين بزاف ديال الشعب ولا دي فيليير اللي كيقدر يتخصص فيهم. وحتى فاش كيبغي يدخل يخدم في واحد سوسيتي، داك السوسيتي كيلقى بزاف ديال ديبارتمون ولا بزاف ديال، يعني يقدر مثلا يلقى واحد ليكيب راه كيخاص غير بلا سيكوريتي، كاين واحد ليكيب كيختص بلا بارتي ريزو اوكي كيجيري غير ريزو، كاين واحد ليكيب سيستام مثلا يعني شاد اي حاجه عندها علاقه بالسيستام سواء ويندوز سيرفر ولا نقدروا نقولوا حتى لينكس. وكاين واحد السيرفيس مثلا اللي مثلا كدير غير الهيلب ديسك. فهنا داك السيرفيس اللي كدير الهيلب ديسك ما كيكونوش دي ارشيتكت ولا دي انجينيور، ولكن كيكون يعني كيكونوا كيتحتاج بزاف ديال الكونيسونس ولا ليكسبيريونس. تقدر تلقى مثلا واحد ليكيب كيدير غير مثلا غير البوستو ترافاي، كيدير اي حاجه عندها علاقه بلا جيستيون دي بوستو ترافاي، ميزاجور دبليو اس اس اكسيتيرا. فهنا كاين بزاف دوينه على كاين بزاف ديال التخصصات اوكي، التخصصات اللي كنا كنعرفو. فانت فاش كدوز للكلاود، يعني حتى الكلاود اون جينيرال فهو حتى هو ولا ازور اون جينيرال حتى هو فيه بزاف ديال التخصصات. فانت فاش غتبغي تدخل ازور راه ما كديرش بلي راك ارشيتيكت ازور ولا مثلا ولا انجينيور ازور ولا، ولكن كتشوف شنو فين انت مختص. مثلا انت مثلا كاين اول حاجه مثلا التخصص اللي كنهضروا عليه هو ازور ادمين، لازور ادمين ولا لادمينستراتور ازور. هاد لا بيرسون هذا يعني شنو الخدمه ديالو؟ هو انه داك لانفراستركتور اللي كاينه في ازور، لي سيرفيس اللي ديبلوي في ازور، فهو كيقدر يلم لادمينستراسيون، كيقدر ادمينستري، كيقدر مثلا يكون عنده لا بوسيبيليتي جيري يكري دي في ام دي باس دو دوني يدير دي موديفيكاسيون باردون اكسيتيرا. فهنا هذاك لا بارتي ادمين، يعني بحال اللي كنقولوا واحد لادمينستراتور سيستم اوكي ولا ادمينستراتور ريزو. ففي الازور فهو كيكون ادمينستراتور ازور كلاود، يعني كيكونوا دي تاش متعلقين، كيكون كيجيري لا بارتي واحد لا بارتي ريزو، كيجيري واحد لا بارتي باس دو دوني مي في ازور، كيجيري لي دي سيرفر في ازور، كيجيري حتى لا بارتي مثلا ايدنتيتي يعني تو سكي يوتيليزاتور جروب ابليكاسيون. مثلا فاش كندوي على لي زابليكاسيون فحنا كندوي على مثلا دي اس اس او، كيدوي على مثلا الاوتو بروفيجنين، لانتيغراسيون ما بين ازور ودوتر
ou d'autres applications. هنا هذا كندوي على ان ادمنستراتور اوكي يعني كي ادمنستري. فهذا دو ان. كندوزو الليفل الثاني هو كندوي على ان اركيتكت. ان اركيتكت ازور يعني هذا واحد لو بوست اللي كيكون كيجي مورا لادمنستراتور. فان اركيتكت باش نفهموا مزيان يعني كيفاش شنو هو اركيتكت ازور كلاود. فبحال مثلا كاكزومبل واحد لونتربريز مثلا خدام معها واحد لاركيتكت اوكي. داك لونتربريز غادي محتاجه غدير واحد لابليكاسيون جديده, وداك لابليكاسيون جديده غادي تكون مثلا كبيره بزاف, وشنو غادي يختاروا ان داك لابليكاسيون غادي تحط في ازور يعني ديريكتومون يعني غتحط في ازور يعني غديبلوي في ازور يعني في داكشي تراديسيونيل اللي كنعرفو قبل بلي كتديفلوبي ابليكاسيون كدير لاليبرجمون فواحد السيرفر اوكي ديريكتومون لا باس دو دوني ولابليكاسيون كتكون خدامه. ولكن فاش كتكون عندك واحد لابليكاسيون سواء ابليكاسيون ويب اللي كتكون شويه معقده وكتكون كبيره بزاف وكيكونوا فيها بزاف ديال دي سيرفيس, يعني هنا داك السوسيتي غادي تقول لك انا بغيت نديرها في ازور. يعني فاش غتبغي ديرها في ازور غادي تقول لك مثلا انا بغيت نديرها يعني نخدم بال تكون ابل بدوكر بلي كونتينر دي كونتينر ولا بدوكر. يعني انت كتجي عندك يعني كاركيتكت يعني في داك السوسيتي شنو الخدمه ديالك, انا خصك تحط لهم لاركيتكتور ديال داك لابليكاسيون. وفاش تحط لاركيتكتور يعني غادي تحط الديزاين يعني اي حاجه متعلقه بداك لابليكاسيون, يعني تحط لاركيتكتور ديال لي سيرفيس اللي غادي ديبلوي, تحط شنو من انواع ديال لي تيب ديال دي سيرفيس اللي غادي تخدم بهم في داك اللي تخدم بهم داك لابليكاسيون, تحط لاركيتكتور ديال هاي افيلابيليتي, تحط لاركيتكتور ديال الباز دو دوني, لاركيتكتور ديال مثلا دوكر تقول لهم مثلا غنخدموا بالاي كي اس ولا الكوبيرنيتيز, تقول لهم مثلا غادي نزيدوا واحد الكوش ديال لود بالانسين مثلا في ازور, تقول لهم مثلا لا بارتي ايدنتيتي والاوثنتيفيكاسيون غنخدموها بالانترا اي دي اللي كانت قبل هي ازور ادي. فهنا وغادي تعطي لهم واحد لاركيتكتور ديال الباك اب يعني كيفاش غادي يكون, وغتقول لهم حتى يعني ما بين لي باز دو دوني يعني غتبروبوزي عليهم مثلا لي باز دو دوني تبروبوزي عليهم يعني الكاشين